السلام عليكم، معك مال فعل سلف بلتر وعافية. اليوم بيكون على أقوى استراتيجية 11. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا قبل ما أبدأ بالاستراتيجية لازم أتكلم كلمتين عن البث المباشر اللي حصل أمس. طبعا أمس أنا بثيت بث مباشر وما حد جاء البث لنص ساعة، منتظر أي شخص. المشكلة مش هنا، المشكلة ان الناس الذي حضر البث بعدها خرجوا صاروا يقولوا وين المسابقة وين المسابقة. انا جالس بس هم بيكتبوا لي تعليقات في فيديوهات ثانية وانا كنت ببس في نفس الوقت. فالان بنغيرها، ما بنعملها بث مباشر. طبعا انا راح اعمل لكم هذا الشيء، راح اكون اخبيه في الفيديو، وانت كل الذي عليك انك تلقاه تديه لي صورة، وأول شخص بيدي لي صورة بأشحن لها التذكرة الذهبية. طبعا راح أعملها في كل فيديو، وأول شخص بيعطيني الصورة لهذا الدرع بشحن لها التذكرة الذهبية. طبعا بشحن التذكرة الذهبية مباشر في الفيديو، في كل فيديو راح نعمل الشحن. تتأكدوا أني ماني نصاب نهائيا، وإن شاء الله في هذا الفيديو راح أطرح لكم صورة أو هذا الدرع عفوا أخبيه، وأول شخص بيلاقي هذا الدرع يبعثها لي سكرين على مجموعة الفائزين، وراح أشحنها في الفيديو الجاي أمامكم. وراح نكرر هذه العملية طول الشهر، أو ممكن طول الفيديوهات اللي بنزلها راح نعملها. المهم إني بشحنك بس ب$5، لأن التذكرة الذهبية بس هي ب$5. خلونا الآن نبدأ المقطع. طبعا استراتيجية اليوم ما هي تنان كهرباء، لأنها هي التوب في المستوى 11، فحاولت إني أجيب استراتيجية بقوة تكسير الظلام. بالفعل لقيت استراتيجية قوية وصراحة يعتمد عليها، وحتى لو كنت من نوب يعني تقدر إنك تتعلم فيها، مع إن استراتيجية صراحة ما هي سهلة. طبعا الاستراتيجية هذه استراتيجية الساحرات مع الغولم، طبعا عنصرها الأساسي هي الملكة. إذا قدرت تتحكم بالملكة تعتبر أن الهجمة كلها مسح. فالآن بهجم هجمة وأوريكم قوة هذه الاستراتيجية القوية. صراحة هذه الاستراتيجية بهرتني، وإذا كنت من عشاق الملكة الماشية فهذه الاستراتيجية لك، واستراتيجية قوية وممكن تضمن فيها المسح بسهولة. طبعا طريقة المسح كالتالي. طبعا في البداية بناخذ المنطاد ونشيله الى مدفعية النس، لان مدفعية النس هي اكثر شيء بتضرر الغوالم وايضا الساحرات. اهم شيء عندنا في التصميم بالكامل ان احنا ندمر مدفعية النس، بحيث ان مدفعية النس هذه بتضرر الجيش. طبعا بعد ما ندمر مدفعية النس والبوالين بالكامل يموتوا مع باقي عندنا ولا بالون، بنطرح الملكة ونطرح معها الهيلر من المكان الذي طرحنا فيه المنطاد علشان تكمل تنظيفها. حلو، بنطرح مع الملكة سنتين سحرة، حيث الملكة ما تلف يمين، والملكة بتدخل في المنتصف حيث تدخل مع الجيش. طبعا بعد هذا بناخذ الزلزال ونفتح الجدران، بنحاول نفتح أكبر قدر من الجدران بحيث الجيش يقدر يدخل. بعد كذا بنطرح الغوالم ونطرح الساحرات. طبعا بنطرح الآمر في الوضعية الأرضية، ونطرح الملك. طبعا بنطرح الملك مع الساحرات بحيث أن قوتها مثل قوة الغولم. طبعا بنطرح غضب للجيش بحيث يكون أسرع. وأيضا بنجمد الأشياء دي بتضرب متعدد، مثل مدفع الهاون. الآن أنا بجمد مدفع الهاون لأن الأشياء دي بتضرب متعدد بتؤذي الهياكل. طبعا خرجنا دام، نطرح للغضب ونطرح غضب للملكة ونجمد البيكة. أيضا باقي عندنا تجميد بنجمد فيه برج قنابل. حلو، الهجمة ماشية في السليم، وشغلنا خاصية الآمر. طبعا خاصية الآمر عندي ما هي مهمة لهذيك الدرجة، لأنها بس 3 ثواني أو ثانيتين، لأن الآمر عندي ما زال ضعيف جدا. حلو، بعد ما نكون دمرنا معظم الدفاعات اللي بتضرب متعدد،
بيبقى عندنا بس ان احنا نكمل تنظيف التصميم. طبعا ما تحتاج شيء الا شيء واحد وهو الملك، انه لازم انت الذي تضغط على خاصيته علشان تكون الهجمة اسرع، لان هذا الجيش جيش يضمن المسح، ولكن عيبه انه لازم تسرع في الهجمة لانه الهياكل بتموت بسرعة، ولازم السحر تطلع هياكل جديدة، فالهجمة بتكون بطيئة مع ان الهجمة سرعة هجمة قوية. فاللهم انه الملك هي الوحيدة ذي تضرب خاصيتها علشان تكون الهجمة اسرع. طبعا ما تضرب خاصيتها في البداية لانه لازم يكون في دمها النص او اقل من النص ناقص، بحيث تقدر تضمن انه الملك يتعافى من دمه ومن الضرر الذي حصل له من الدفاعات. طبعا انا حاليا ما بقدر امسح لاني انا ما شغلت خاصية الملك في الوقت المناسب. لو شغلت خاصية الملك في الوقت المناسب كنت ممكن امسح، وايضا ما كنت مستعجل في الهجمة طبعا، بس اللهم على الوقت، ولا انا كنت بقدر امسح هذا التصميم بالكامل. طبعا هذه استراتيجية قوية، وانصح اي شخص يجربها. اذا كنت تحب الملكة الماشية فهذا الجيش صراحة جيش قوي، وتقدر تستعمل هذا الجيش في المستوى 11 وممكن حتى في المستوى 12 ايضا. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. حبكم جميعا وما سلام.